وترني نماز نو قنوت. اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وإليك الرجعى، وبيدك الممات والمحيا. أعوذ بك يا رب من أن نذل ونخزى، إليك رفعت الأبصار، ونقلت الأقدام، ومدت الأعناق، وبسطت الأيدي، ودعيت بالألسن، وتحوك ما إليك بالعمال. اللهم فيا من إليه الأيدي بسطت، ويا من إليه القلوب قصدت، ويا من له الأبصار خشعت، ويا من له الأعناق، ويا من له الرقاب خضعت. نشكو إليك شدة الزمان، وتظاهر العداء، وقلة العدد، واختلاف القلوب، ونشكر إليك النعمة بولينا وإمامنا وابن بنت نبينا هادينا إليك، والدليل لنا عليك الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين. ونسألك أن تصلي عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين المنتظرين إلى يوم الدين، وأن تؤيده بنصر تعز به دينك وتنصر به أولياءك. واجمع اللهم القلوب على طاعتك وطاعته، والتدين بإمامته، وانصره على أعدائك المارقين، يا إله الخلق يا رب العالمين. اللهم ثبت اليقين في قلبي، وزدني هدى ونورا ومعرفة، واهدني إلى صراطك المستقيم. آمين آمين يا رب العالمين. وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأسألك أن تقيني عذاب النار.